أكدت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينال رئيسة مجلس النواب أن التكاتف بين القيادات وشعوبها في دول مجلس التعاون مكنت الدول الخليجية من مواجهة تحدي جائحة كورونا واتخاذ الإجراءات والخطط والتدابير الاحترازية للحفاظ على سلامة الأرواح وإطلاق مبادرات اقتصادية ومالية واجتماعية أسهمت في دعم ومساندة فئات المجتمع. جاء ذلك ضمن كلمة معاليها في الاجتماع الدوري 13 لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. جائحة كورونا بتطوراتها تعد أحد أبرز التحديات التي تواجهنا نحن والعالم أجمع، ولكننا نحمد الله أن دول مجلس التعاون الخليجي تعاملت بكفاءة في هذا الوباء، وأظهرت دورها الإنساني والحضاري والوطني، واستطاعت دولنا من خلال التكاتف بين قياداتها الحكيمة وشعوبها أن تكون على قدر التحدي من خلال اتخاذ الإجراءات والخطط والتدابير الاحترازية للحفاظ على سلامة الأرواح، ومن خلال مبادرات اقتصادية ومالية واجتماعية تهدف إلى دعم ومساندة الفئات التي تأثرت نتيجة تداعيات الفيروس. فضربت دولنا مثالاً متميزاً في حسن الإدارة والتخطيط، كما وكان لمجالسنا التشريعية الدور البارز في دعم جهود دولنا من أجل الصحة وسلامة ومصلحة شعوبنا. ذلك الدور كان نابعاً من مسؤولياتنا الوطنية، ولا يزال أمامنا عمل كثير في الفترة المقبلة من خلال دورنا التشريعي والرقابي حتى تنقضي هذه الغمة بإذن الله.